تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم خلال برنامجنا بنتطرق لمواضيع طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، ويسرنا استقبال استفساراتكم، مداخلاتكم، مقترحاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. بس قبل ما أذكركم بأرقام التواصل وكذلك قبل ما أرحب بفريق العمل وياي، يشرفنا أن نرفع اسم آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة بمناسبة حلول أيام تاريخية تحمل لنا كل خير في ذكرى قيام الدولة وانطلاقها إلى مصاف الدول المتقدمة. هذه الذكرى والمناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا جميعا، كما نتوجه مستهل هالحلقة اللي خصصناها للاحتفال باليوم الوطني 48، واللي إن شاء الله بننقلكم من خلالها إن شاء الله أعزائنا المستمعين والمتابعين إلى الأجواء اللي تعيشها هيئة الصحة بدبي في احتفالاتها باليوم الوطني 48. الله يديم الأمن والسلام والأمان على هذه البلاد إن شاء الله، على دولة الإمارات، وإن شاء الله كل سنة وكل حول نحتفل بهذه الأيام. أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق ميرا المري، وفي الإخراج أيمن سرحية. صباحكم الله بالخير جميعا، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. أذكركم برقم التواصل 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله مستمعينا. طبعا ما شاء الله الاحتفالات بدأت وكانت من البارحة في أماكن متعددة الحمد لله في إماراتنا الحبيبة، وتشوفوا ما شاء الله فرحة الجميع بهذه الأيام وهذه الذكرى العزيزة على قلوب الجميع، سواء المواطنين والمقيمين والجميع اللي قاعد في دولة الإمارات العربية المتحدة. والسنة إن شاء الله 48 لقيام الاتحاد، وإن شاء الله اليوم بناخذكم في جولة خلال احتفالات هيئة الصحة بدبي. بس مثل ما عودناكم في فقرات معينة بتكون موجودة ويانا، وبعدين بننتقل إن شاء الله لتغطية هذه الاحتفالات اللي في هيئة الصحة بدبي. طبعا أول فقرة مثل ما عودناكم فقرتنا التوعوية، وبنتكلم عن موضوع جدا جميل وحلو خاصة في هذا الوقت، وبنتكلم عن تعزيز صحة الجهاز الهضمي مع تغير الجو. عارفين الحين الجو الحمد لله تغير وابتدأ يكون أبرد عن قبل، القيم يعني الحمد لله ابتدى يعني في أيام متعددة عنا، سقوط الأمطار كانت فترة، فمع تغير الجو هذا يعني معظمنا يعني طلعاتنا تختلف، تكون أكثر عن قبل، حتى طريقة طبخنا وأكلات معينة ناكلها تكون مختلفة أو مرتبطة أكثر فصل الشتاء عن أي فصل ثاني. ويانا اليوم أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة نجلة درويش. صبحت الله بالخير أستاذة نجلة. صبحت الله بالنور والسرور دكتورة، وحبيت أصبح المشاهد المستمعين الكرام، أقول لهم دائما صباحكم صحة وسعادة. صباحك أسعد إن شاء الله. طبعا نجلة، طبعا بالنسبة للجو تغير الحين الحمد لله، ويمكن حتى طريقة طبخنا لبعض الطبخات طلعاتنا تغيرت، الأكل اللي ناكله شوية في الطبخات نحن نعتمد عليها وأكل نعتمد عليه في فترة الشتاء، وطبعا عزيز يكون على قلوبنا، فأول ما يبرد الجو نبتدي هالأشياء تطلع ونبتدي ناكله. فحابين نتكلم أكثر عن تعزيز صحة الجهاز الهضمي خاصة مع تغير الجو. صحيح، مثل ما ذكرتي دكتورة، مع تغير الجو في كثير من العوامل الخارجية تتغير وتأثر على صحة الجسم وبالأخص الجهاز الهضمي. صحيح. هاي من ضمن يعني هاي تيم مع تغير المواسم،
طبعا تكثر هذه الأعراض مثلا أو الإصابات بالاضطرابات اللي هي اضطرابات الجهاز الهضمي في هي أثناء النزهات الخارجية، والناس كلها ترغب بالأجواء المفتوحة والنزهات الخارجية، في هالحالة أنهم يوم يأخذون معهم الأطعمة أو هم يتناولون حتى من مطاعم خارجية دائما يعني ننصحهم أنهم ما يأخذون مثلا من أماكن مكشوفة مفتوحة أو مثلا معرضة لأتربة، معرضة لتلوث في الجو، أو صحيح. حتى أثناء انتقالهم مثلا بيروحون برا بيشوون أو مثلا بيعدون الطعام بأنفسهم في الفترات اللي هي النزهات مثلا أو في الفترات اللي هي الأوقات الخارجية، بحيث أنه يحتفظون بهذا الأطعمة. يعني إذا كانت الأطعمة باردة احتفظ فيها باردة، إذا كانت الأطعمة ما أخذتها معي ساخنة وجالسة تكون ساخنة ما احتفظ فيها بمدة مثلا تكثر عن ساعتين، تتعرض للأتربة، تتعرض لتلوث الجو، خاصة تعرفين دكتورة مع خاصة طلعات البر دائما صحيح مثلا يكون في هواء في مثلا أتربة مرت على الأطعمة الأكل، وهالأشياء، ممكن صح هي ممكن بعدين يسبب ممكن يسبب مثلا اضطرابات بالمعدة. طبعا اضطرابات نحن نقصد فيها مثلا إسهال، إمساك، تلبك معوي، المغص. الحالات الشديدة اللي مثلا الناس اللي تعاني من الإسهال ولا المغص الشديد نقولهم طبعا يتوجهون إلى أقرب مركز رعاية صحي عشان يأخذون الرعاية الكافية من العلاج، ونقولهم يعني إنهم دائما يعني يتبعون النصائح والإرشادات سواء كان من عند الطبيب المعالج أو حتى من عند أخصائي التغذية في هذه الفترة. صحيح. ننصح دائما بشرب الماء على فترات بحيث أنهم يغطون احتياجاتهم خلال اليوم بما لا يقل عن لترين خلال اليوم هاي نقطة عشان وايد يتجنبون. مهمة صراحة لك ذكرتيها، لأن مع البرد صحيح الواحد ما يحس بالعطش، سبحان الله. أكيد ينسون فالنسبة موضوع الماي صحيح، بالمرة يعني صح، وخاصة ويكثرون على بعد الطلعات الواحد يكون مستانس مغير جو فينسى مرات، ويشرب سوائل ثانية غير عن الماي فينسى معظم الوقت الماي. طبعا السوائل الثانية اللي ممكن يكثرون منها الناس خصوصا في فترة الشتاء وتغير الجو انهم يكثرون مثلا المشروبات اللي هي عالية بالكافيين فيها، يعني تكون كمنبهات، هذه بعد دكتورة تسبب جفاف للفراغ صحيح فيها، قد يسبب جفاف للجسم وهني الناس ما تشعر بالعطش وما تعوض بشرب الماء بكميات كافية. صحيح. فهذا بعد هذه يهيج المعدة، كثر الافراط والإفراط من شرب القهوة والمنبهات هذه تهيج المعدة في هذه الفترة ويمكن أنها تصاحبها باضطرابات في المعدة. هذه نقطة حبيت أذكرها دكتورة، هاي وايد مهمة. وكذلك أنهم يعني تختلف المناعة وقابلية الشخص من شخص لآخر، بحيث أن في ناس ممكن أنها تكون عندها قابلية أكثر أنها تأخذ نزلة برد أو أنها يكون عندها مشكلة أو اضطراب بالمعدة. في هذه الحالة نحن ننصحهم يتناولون الأطعمة اللي تقوي مناعة جسمهم طبعاً أو تساعد الجسم على محاربة اضطرابات المعدة. عندنا مثل الثوم، اللبن، الخضروات الورقية الخضراء، التوت، الجزر، البطاطا الحلوة، يعني هذه الأشياء بعد تقوي مناعة الجسم وتخفف حدة اللي هي مصاحبة هذه الأمراض خاصة أمراض الجهاز الهضمي. ممتاز. في بعد تقسيم الوجبات كذلك دكتورة، نعم. أن في ناس تأكل خاصة تكون شرها مفتوحة، هرمون السعادة مرتفع، سيروتونين السعادة شراها ترتفع كذلك عندهم بلا وعي وعدم ترك راحة للمعدة، أنهم يتناولون الكميات كبيرة خاصة لما يكون مثلا في مشاوي أو صحيح. في مثلا لحوم معدة أو أشياء خلاص صارت يعني دافية والشخص يحتاج أن يدفي جسمه، صحيح. بس يتناولونها بكميات كبيرة تؤدي إلى اضطرابات المعدة بعدين، يعني ممكن ما يحسون فيها في لحظتها، ممكن بعد فترة، ممكن بعد يوم يحسون بهذه الأعراض اللي ممكن صاحبتهم من اضطرابات المعدة. فهني نقولهم نحن قسموا وجباتكم، حاولوا تقسمونها، لا تخلونها وجبات كبيرة تصدم المعدة، خلوها بشكل يعني وجبات صغيرة ومتقسمة بحيث أنها فيها فيتامينات، فيها معادن، يعني ما ننسى كذلك نحن بهذه الطلعات والنزهات وحتى الوجبات اللي عندنا نحن ندخل معها السلطة، ندخل معها الفواكه، لأن في ناس كثير ما تركز على هذه الأمور خاصة مع التجمعات العائلية، بحيث أنهم بس يركزون على أنهم يتناولون المشروبات العالية بالسكريات والأطعمة اللي تكون مثلا كثرة تناولها كذلك ممكن تسبب تلبك معوي. صحيح. لأن في النهاية المعدة لما تستقبل كميات كبيرة من السكريات العالية غير قادرة على أنها تهضمها بسرعة أو أنها تتوزع بطريقة سليمة، ممكن تراكم على شكل دهون كذلك في الجسم، فتكون في كثير من الأعراض اللي هي ممكن غير مستحبة تصاحبها بعدين. نعم. في هذه الفترة
طبعا البابونج، الشاي الاخضر، صح. المشروبات الساخنه، هاي اللي احنا نشجع عليها في مثل هذه الاجواء، وانهم حتى يخففون اللي هم يعني يفضل تناولها من غير سكر، او حتى باضافه كميات سكر قليله، او جميلة. حتى باستبدالها بالعسل. نعم هذه الاشياء ممكن. نقطه كثير مهمه دكتوره حابه اركز عليها كذلك، الرياضه، صحيح. لان الرياضه عامل جدا مهم، خاصه في هذه الفتره. الرياضه تقوي الجهاز المناعي لمحاربه الامراض المختلفه. الرياضه كذلك تخفف التوتر والضغط النفسي والاضطرابات المعده، تخفف نسبه الغازات الانتفاخات الموجوده في الجسم، تعطي الجسم صحه بشكل عام. فنحن نقولها مثلا حاولوا تمارسونها بما لا يقل من 20 دقيقه ل 30 دقيقه خلال اليوم، واختيار الاوقات المناسبه، مو بعد الوجبه مباشره، او مثلا اختيار الاوقات المناسبه بحيث انها مثلا تكون قبل الوجبه، اذا كانت وجبه مثلا رئيسيه قبلها بساعتين الى 3 ساعات، او نقولها تكون وجبه خفيفه ممكن تكون قبل ممارسه التمارين الرياضيه مثلا بساعه. فبهالحاله نحن نقدر نمارس الرياضه بشكل يومي، ويكون روتين يومي حتى في فتره الشتاء. صحيح. والجو فهذه كذلك الاشياء الحين نجلة، يعني الجو وايد يعني تحسن عن فترة الصيف، يعني حتى فترة الصيف يقدر فعلا الواحد في أماكن مغلقة تكون مكيفة، بس الحين الجو جدا تحسن وجدا يعني جميل الواحد يمارس فيه، لطيف. حتى لو لطيف، حتى لو رياضة مشي، أو يعني يوميا يسوي له جدول بهالطريقة. دائما اقول لهم استغلوا الاوقات هذه، جدا حلوه، صحيح. يعني جدا حلو ممارسه الرياضه، وما نجلب الشتاء نحن بطريقه ممكن تكون لها اثار سلبيه. في ناس تطلع بعد ما ينتهي الشتاء بوزن زايد، باضطرابات في المعده، بامور كثير. مصاحب نقول لهم لا، استغلوا فتره الشتاء بانكم تغيرون نمط حياتكم وتخلونها نمط حياه صحي، ممارسات صحيه، اسلوب حياه، يعني اسلوب صحي، بحيث انه يطلعون من الشتاء وهم اوريدي يعني شاعرين براحه نفسيه، مخفين اوزانهم، مخفين اضطرابات على المعده، حسنوا عندهم جهاز المناعه كذلك. فهذه ممتاز الاشياء دائما نحن نركز عليها. ممتاز. وهذا جدا وموضوع جدا تعرفين له أهمية، خاصة في الإجازات الناس ابتدت تكون طلعاتها أكثر، بدون تكون يعني أنها روح تعد حتى الطعام خارج المنزل، يعني يكون برا البيت، يعني الشوي، ايوه يعني على الأقل تعرف كيف تختار الأشياء اللي هي تاكلها خلال طلعاتها أو حتى تجمعاتها. يعني تجمعات الشتاء لها يعني سبحان الله شعور مختلف عنه، يعني أنها تكون برا البيت وتكون في أماكن مختلفة في إماراتنا. بس يعني فعلا النقطة اللي ذكرتيها، وخاصة نقطة الماي، لأن جميعا يعني، وأنا يمكن من هالأشخاص اللي أنسى مرات أشرب ماي إذا ما وبضيف عطشت. عليها دكتورة بعد نقطة، اللي هي مثلا تناول الزبادي والألبان، لأن فيها صحيح. بكتيريا نافعة، فيها بروبايوتك، هذه مفيدة لحماية المعدة، هذه نعم جدا مهمة. ممتاز. لأن احنا بعد ما ننسى أن نحن نتناول الزبادي الألبان كذلك في فترة الشتاء، ونحد نحن من استخدامنا الخاطئ أو كثرة استخدام مضادات الحيوية، لأنها تسبب اضطرابات في المعدة، قد تسبب اضطرابات في المعدة، ولأنها ما تميز بين البكتيريا الضارة والنافعة، النافع، صح. وتقلل عدد البكتيريا النافعة في الجسم. لذلك نحن نقولهم دائما حاولوا، مع حتى إذا اضطرت الحاجة أنهم يأخذون مضادات حيوية، أنهم يأخذون اللي هو البروبيوتيك، البكتيريا النافعة الموجودة في الزبادي والألبان بشكل عام. وما يخالف حتى إذا دخلنا بعض المكملات الغذائية التي تحتوي على البروبيوتيك باستشارة أخصائي التغذية والطبيب المعالج. ممتاز. وهاي نقطة جدا مهمة، نشكرك عليها نجلاء صراحة، يعني أشياء وايد كثيرة يمكن الواحد يعتبرها بسيطة، بس يعني لها دور كبير. نجلاء، بالسؤال قبل ما ننهي وياك، في مداخلة، في رسالة نصيد، والسلام عليكم، ممكن دكتورة تكلمنا عن محلي، يعني المحليات، يعني المحليات نعم اللي هي محليات السكر بشكل نعم عام. طبعا ما نمانع من استخدامه، ولكن مو بكثره، ودائما ننصح مثلا المرضى اللي يعانون من اضطرابات في قراءات مستويات السكر، اللي يعانون من السمنه، نعم. ما يعني من ما ننصح ان الاشخاص اللي هم ما عندهم اي مشكلات صحيه يتناولونها باستمرار، يعني فاذا لهم حاجه وغرض انهم يخففون اوزانهم، اذا لهم حاجه وغرض انهم يضبطون عندهم مستويات السكر في الجسم، ما يمانع انهم ياخذونها بالكميات الموصى بها من منظمات الغذاء العالميه ومنظمات الصحه العالميه، بحيث انها تكون امنه للجسم. صحيح. ودائما نحاول نحن ما نفرط في استخدامها، ونحاول نحن حتى مثلا في بعض الاشياء ممكن ندخل فيه العسل الطبيعي بحيث انه يقوي مناعه الجسم. فبهذه الحاله ننصح انهم حتى يقللون من استهلاك، لان في ناس ممكن تستهلكها بطريقه خاطئه،
المحليات صحيح الصناعية تقول إنها زيرو كالوري صح وما فيها سعرات حرارية، فممكن تكثر استخدمها منها. صحيح إنه ما يمانعني أنا خلال اليوم أكثر من المشروبات الغازية اللي هي زيرو كالوري أو ما في أي سعرات حرارية، أو حتى إني أنا أكثر نسبة جرامات استخدامات جرامات السكر في المشروبات، بالتالي بتزيد طعم الحلا. وبتعودون الناس إن مثلا يشربون دائما، يعني هي تعطي نكهة الحلا أكثر صحيح ولكنها خالية من السعرات الحرارية. فسبحان الله طبيعة الجسم بيتعود على إنه يشرب الأشياء الحلوة دائما. صحيح فنحن نقولها خلوها عادات، خلوها ممارسات صحية، ما يمانع إذا نحن أخذناها ولكن لا نفرط فيها مو بكميات كبيرة. ممتاز أستاذ نجلة درويش، نشكرك صراحة، شكرا لك أستاذ نجلة درويش، أخصائية تغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. كل الشكر لكم دكتورة، وكل الشكر للمستمعين الكرام، ونهنيهم بحلول يعني مناسبة مثل هاي. نهني الإمارات على أسهم حكامها وشعبها كلهم، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير. كل عام وانت بخير وإن شاء الله. شكرا نجلة، شكرا. العفو. مستمعين الأعزاء، طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. بخصوص السؤال نفسه، بالنسبة لي ذكر شركة معينة أو ذكر منتج معين ما نقدر نطرحه بالتفصيل باسم الشركة أو اسم المنتج، يعني نحن المحليات نذكرها كمجمل عن المحليات. اللي عند يعني سبحان الله مرات الواحد عنده استفسار بخصوص شيء معين، بخصوص يعني يقدر يتوجه، خاصة إذا أشياء صحية تقدر توجه لأقرب مركز صحي يعني يكون تابع لي يعني لمنطقتك، وتكون متواجدة طبيبة التغذية إذا شيء خاص بالتغذية وتقدر تنصحك بخصوص الشيء هذا. بس أن نذكر اسم شركة أو اسم منتج يعني خلال البرنامج يعني نذكره نحن كمجمل عشان الناس تستفيد من الطرق، وكلها ترى نفس المنتج، وتكون مرات تغيير فقط للاسم نفسه. بالنسبة لفقرتنا الحين مستمعينا، ذكركم أول شيء برقم التواصل 600551414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. طبعا الحين بننتقل بكم أعزائي المستمعين إلى مقر إدارة هيئة الصحة بدبي، وبنتعرف على أجواء الاحتفالات باليوم الوطني 48، ويسعدنا يكون ويانا اليوم لنقل الحدث مباشرة الزميلة أسماء الجناحي. صبحت الله بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة، عليك وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. والزميل عبد الله الشرهان، صبحك الله بالخير عبد الله. موجود خلف الكواليس، يقول خلف الكواليس، خلف الكواليس. لا لازم يشاركنا اليوم عبد الله. صبحكم الله بالخير جميعا. وطبعا اليوم الهيئة تحتفي باليوم الوطني 48. دكتورة الأجواء هني وايد حلوة، نحن تقريبا الثيم ياخذ يعني الدرجات من بداية الاتحاد لين المستقبل، فمثل التايم لاين مثل ما يقولون أو خط الزمني، وحاطين في يعني لو أشرح لك المكان شوية تحطين مثل المحطات مثلا بالمصطلحات اللي كنا نحن نستخدمها في الإمارات قبل، لما يعني مثلا ممتاز ستينات مثلا المستشفى كانوا يسمونها اسبتول، ما شاء الله دكان بلهال، يعني غالبا الناس اللي في هذه الفتره بيحسون بيعرفون الاسماء هاي، شاهي سنجيني، مطبخ يدوم. كذلك يشاركون اليوم ايضا ابهاتنا وامهاتنا من مركز كبار سعاده المواطنين. ممتاز وهالشيء جدا جميل، يعني الاجواء اللي هم يحبونها ويقولون نحن وايد مستانسين ان يحسون كانه جميل الأجواء اللي كانوا هم عايشينها وهم صغار. صحيح، وأن هالأجواء ما انتست، يعني بالعكس يعني الناس فخورة أن بعدها متمسكة بهذه الأجواء، يعني معنا مرت عليها سنين طويلة بس الناس فخورة بهذه الأجواء كلها. دكتورة نحن بناخذ بعض المقابلات مع الأشخاص الموجودين. نعم. واليوم موجودة معنا دكتورة بدرية كذلك في المقر الحفل. دكتورة بدرية بعطينا كلمة في الاحتفالات اللي موجودة هنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام وبركاته، صباحك الله بالخير دكتورة بدرية. صحب الدبي، أجواء جدا جميلة، وحابين نبارك لقيادتنا الرشيدة، مبارك لشعب الإمارات كله بهاليوم الوطني، ويا رب نتمنى يديم الأمن والأمان على دولتنا ويحفظها من كل شر يا رب. اللهم آمين. ونحن بعد نحب ناخذ مجموعه من المقابلات مع الموجودين ويشاركونا اليوم في هاي الفعاليه، فبنمشي وبناخذ مقابلات مع اللي موجودين واللي يشاركونا معانا. هني الاخت منى ويانا، وبتقول كلمه عن شعورها، شو شعورك في الاحتفالات؟ صراحه شعور وايد جميل ان نحن نحتفل بيومنا الوطني، وما شاء الله الهيئة ما قصرت من ناحية كل شيء، الفعاليات يعني بساعات الموقف. شكرا. يا عبد الله دكتورة، وقايت لي دكتور لازم عبد الله يشارك. لازم عبد الله يشارك. السلام عليكم. طبعا ما قصرت أول شيء على استضافتنا في البرنامج الجميل، وهاليوم اللي الواحد صراحة يفتخر إنه يكون جزء منه في هذا المكان الحلو. صحيح. يعني ما شاء الله حضور ما شاء الله جدا كبير، والواحد يعبر عن وطنيته صراحة بشاركته الأماكن، نشوف ما شاء الله من عدة جنسيات، ما شاء الله من كبار المواطنين، وما شاء الله من كل مرة موجود. ممتاز. إن شاء الله تكون فعالية، إن شاء الله تسمح للناس في هذا العام إن شاء الله. إن شاء الله. ما قصرتي دكتورة، تسلمي. إن شاء الله، يعطيك العافية عبد الله. دكتورة نحن مو بس الاحتفالات مجرد انه يعني احتفالية، وايضا نحن حاطين حاضرنا الطبي موجود انه ياخذ يعني الفحوصات ويقدم الاستشارات الطبية كذلك لكل المتواجدين، لان الموجودين هنا من كل ادارات الهيئة جايين يحتفلون في مكان واحد. فنحن موجودين هنا مو بس عندنا هذا، عندنا حتى فحوصات الاسنان موجودة حق كل الكل موجود. ايضا الجميل ان الموظفين جايين مع عيالهم. جميل هالشيء، نشوف عيالهم. هي شيء وايد حلو ان تشوفين الموظفين مع عيالهم وقاعدين ويشاركون، اللي كانوا وياهم في المدرسه وكملوا احتفاليتهم ايضا في اجواء ودواماتهم. تعرفين جميل كذلك اسمع ان الطفل او الابن او الابنه يشوفون طبيعه شغل يعني اهلهم كيف، والمكان اللي يشتغلون فيه، يعني هالشيء جدا جميل، يعني يحسون انهم مندمجين حتى مع اهلهم في الاشياء الخارج المنزل او خارج البيت، وهالشيء جدا جميل وتخلي الفه اكثر بين الاهل والابناء. صحيح، اشراك العيال في الاشياء اللي نسويها، حتى الحين يعني اشوف بعض الاطفال اللي يمرون حتى على المكاتب، الام تقول لها ترى انا قاعده اشتغل هذا وهذا اللي قاعده اسويه، والبنيه تناقش امها يعني تقول يعني ماما هذا شغل هني كثير، فيعني تبي هالشعور يعني ما اعرف كيف اشرحها واعبر عنه، لكن فعلا يعني تشوفين يا هال كيف يعني نظره الفخر بامهم وابوهم. صحيح. يعني شيء وايد حلو. كذلك احنا عندنا بعض المحطات عكاس، واللي هني نحن نتصور مع المستقبل في الفضاء. جميل. فدخلنا هي ان حلم زايد يتحقق، رايتنا تعانق الفضاء، في منصه خاصه فيها اقوال اصحاب السمو، الشيخ محمد، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، و سمو الشيخ محمد والي الحكام وولي العهود، كل الكلمات اللي قالوها عند صعود اول رائد امارات الفضاء حاطينها كلها في منصه كامله، ان تقول هذا كان حلم زايد يتحقق، ونحن ايضا بشغلنا نحقق حلم زايد. ممتاز. ايضا دكتوره بنقول هاي اخر مقابله ويانا، فبنقابل احد من الاحياء الاطباء اللي يسوون الفحوصات الطبيه عندنا في الهيئه. معايا الدكتور محمد خالد، ممكن تكلمني شوي عن الفحوصات الطبيه اللي تسوونها؟ احنا بمناسبه العيد الوطني بنقدم الفحوصات ضغط وسكر للناس الموجودين معنا والمشاركين بالحفل، ومسرورين بوجودهم معنا في هاي المبادره اللي احنا مقدمينها بمناسبه العيد الوطني، بحيث نطمن عليهم ونزيد الوعي والتثقيف الصحي لهم، ونطمن على حالتهم الصحيه بشكل عام. ممتاز.
اليوم رسالتنا الصباحية ما بتكون نفس كل يوم لأن الأجواء كلها إيجابية. أسماء بنقول رسالتنا الصباحية بس بعد الفاصل. خليك ويانا بعد وحابين بعد نتعرف أكثر عن إذا يعني كبار المواطنين حد منهم بيكلمنا شوية أو بيعطي كلمة فبيكون جدا هذه مداخلة جميلة وإن شاء الله رسالتنا الصباحية مثل ما تعودنا بعد الفاصل. عقب الفاصل مستمعينا طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600551414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. راجعين نغطي الاحتفالات الهيئة باليوم الوطني 48 ويانا زميلتنا أسماء الجناحي. أسماء أهلين دكتورة. أهلين. أنا موجودة عند أبوي عبد العزيز وبعطي سماعة. هاي دكتورة. هاي دكتورة. دكتورة عاشق. هاي شوكابو. صبحك الله بالخير أبوي. أصبحك السماعة. السلام عليكم. عليكم السلام. صبحك الله بالخير أبوي. كيف حالك؟ الله يسلمك. إيش حالك أبوي؟ الحمد لله. الحمد لله. صحة والسلامة يا مرحبا. الله يسلمك. أبوي خبرنا عن الاحتفالات اليوم. نعم خبرنا عن الاحتفالات اليوم. احتفالات عنا بس صوتك ما اسمع زين. بس ما اسوني بعد ابويا. لا خلي عندك. تسمعني الحين ابويا؟ احتفالاتنا حلو وانتو احلى وكل شيء حلو والحمد لله رب العالمين. الحمد وانتو حلو اللهم لك الحمد. الحمد كل شيء ما يرام. الحمد لله. شو أكثر شيء عيبك في الاحتفال اليوم أبويا؟ بس أنتي وينك؟ أنتي وينك؟ أنا في الإذاعة. في الإذاعة. إيه. كيف ما طلبتينا في الإذاعة؟ الحين ترى طلبناكم. في الإذاعة. ليش؟ إن شاء الله المرة الجاية. إن شاء الله. بخيلين ليش بخيلين؟ في الإذاعة دراك أبويا. وين أنا في إذاعة الحين؟ والله. حياك الله. مرحبا والله يا بنات أبو عبد الله. الله يحفظك. رايك ابويا بالاشياء شو اكثر شيء عيب؟ والله كل شيء عيب لنا في بلادنا. الله يخليك يا ربي. بلادنا الحمد لله. بلادنا ما في شيء ما يعيبنا، كل شيء عيب لنا في بلادنا. الحمد لله. اللهم لك الحمد. ابويا بهالمناسبه ما بتقولنا بيتين شعر ولا مداخله شيء معين؟ والله الشعر ما اعرفهم، الا اعرف شعر بقول لك قبل ما انت تقولي لي. ما تقصر يا ابويا ما تقصر. لكن تبين نصايح تبين شيء كذي كذي. عطنا نصيحة ابويا ما نيوز عن نصايحكم صراحة. انتوا الخير والبركة. يعني خير وبركة رعاد. والله. صادق انتوا الخير والبركة. نحن نعم يعني. انتوا. الخير والبركة. انتوا الخير والبركة. حياكنا الله يا مرحبا والله. هلا بيكم. كلمة أخيرة ابويا. كلمة الأخيرة. نقول إن شاء الله أولا شيء نهني شيوخنا على هالعيد الفرح كل دول يدورون هالفرح ما محصلينه ونحن الحمد لله كل من أول سنة لآخر سنة كله فرح الحمد لله فرح في الفرح فرح في الفرح الله يعود الفرح علينا دوم إن شاء الله ويعز شيوخنا ويعز شعوبنا ويعز مواطنينا ويعز أولادنا ويعز الضيوف اللي يجون عندنا يحبوننا الضيوف اللي يحبوننا ما يطيعون يطلعون من بلادنا فاكرين اننا بلادهم الثانيه والله يعزنا بهالطريقه من اكبر واحد لاصغر واحد نتابع المسيره الحلوه هذه الطيبه الغاليه انه يعزز الناس علينا والناس تحبنا باخلاقنا الحلوين بالطيبين في الشوارع في الأسواق الحمد لله أي مكان نمشي الحمد لله رب العالمين كل ناس تعزنا كل ناس تحبنا الحمد كل الله. ناس فخورين بنا اللهم لك الحمد اللهم لك ونقول الحمد. إن شاء الله والله يعود علينا كل سنة وكل حول إن شاء الله هالفرحات الجيد الحلو والطيب يكون ولي أمرنا فرحانين بنا إن شاء الله ونقوم قد الخدمة إن شاء الله ونشتغل ببلدنا ونحن وياهم إن شاء الله نزين بلدنا حلوة ونخليها عروسة عروسة عروسة
كل من يجي يبوسه، كل من يجي يبوسه. هاي نعم. الله يحفظك. وده غلط، وده غلط في مقالي، اسمحوا لي. الله يعطيك سموحة. العافية، بالعكس أبويا. يا مرحبا. الله يعطيك العافية. تهلين. وفي أمان الله دكتور. الله يحييك. مع السلامة. أهلين دكتورة. اسمع منعكس ما شاء الله يعني انطباع حتى الفرح وال... أهلين دكتورة. لا ما شاء الله، الله يعطي الصحة والعافية، فرحنا صراحة يعني. صح ما موجودين وياكم في مكان الاحتفال، بس وصلت الفرحة لين عندنا في الاستوديو. هو الحلو دكتورة ان الاجواء هي الكل قاعد مع بعض. لو تشوفين احيانا يعني انا تشوفين الايام العادية اغلب الاشخاص في المكاتب وشي، لكن هني مو بس يعني ترابط هذا، حتى الفرق العمل مع بعض. وتشوفين يعني الإدارة هاي وهذا القطاع وكلهم قاعدين مع بعض يسلمون على، يعني تحسين حتى هو ترابط أيضا بين الموظفين بينهم بين بعضهم، مو بس صحيح. مجرد احتفال. فالكل يعني تشوفين الموظفين كيف قاعدين يتكلمون بعض، هاي يقول أنت في الإدارة الفلانية، هاي يقول أنا من المستشفى الفلاني، لأن نحن يعني 13,000 موظف دكتور. صحيح ما شاء الله عددنا كبير. أكيد نحن ممكن نعرف بعض، لكن هل الأجواء تزيد الترابط بين الموظفين بينهم بين بعض؟ وكذلك تزيد الفرح والسعادة في يعني في مع يعني في بيئة العمل نفسها. أسماء صحيح، وربي يديم إن شاء الله الفرح والاحتفال على الجميع. آمين آمين. والجميل أسماء أن يعني دائما في هذه الاحتفالات نحن نركز على أشياء مهمة تخص ثقافتنا الإماراتية بالذات، يعني أو مثل الأطباق تكون أطباق شعبية أكثر شيء. يعني هذا الشيء مو بس يعني ينشر ثقافة حتى البلد نفسه في هالحفلات، والجميع يسأل عن أطباق معينة. يعني حين أيمن يسأل عن اللقيمات مثلا، يعني ما شاء الله يعني هذه الاحتفالات كذلك يعني إبرازها للهوية الإماراتية تكون كبيرة. صحيح صحيح لك. نحن ما عندنا جملة إيجابية لأن الاحتفالات كلها كانت إيجابية، لكن النصيحة اللي نحب نقولها أن نحن في دولة ما تعرف المستحيل. الحمد لله. وعرفنا صحيح. من سوخنا نحن ما نعرف المستحيل، ونحن كل واحد في مكان عمله لازم ما يؤمن بالمستحيل وما يتقاعس، لأن في النهاية كل شخص مهما كانت وظيفته، مهما كان شغل يسويه، مهما كان يحس إن اللي يسويه بسيط أو قليل، ترى هو يكمل الصورة الكاملة. هو يكمل الصورة الكاملة للعلم الإماراتي، الخريطة للازدهار للتطور. كل شخص له جزء من يقولون كلها جزء من الصورة الكبيرة. صحيح. واحد ما يقلل من شان العمل اللي هو يقوم فيه، مهما كان عملك أنت تشوف بنظرك بسيط، أعرف أنه هو جزء من الصورة الكبيرة. صحيح. فهاي النصيحة اللي بقولها بدال النصيحة الصباحية. بعد نبرس النصيحة الصباحية يا أسماء. مصرين عليها. أكيد أيمن. لا لا هذا مني أنا، مو من أيمن. شكلي عودتكم عليها دكتورة. تعودنا، أنا وحدي تعودت عليها. إن شاء الله الدوم تعودوا على الإيجابية. إن شاء الله. نتكلم دكتورة عن شيء واحد. دائما الأشخاص ما يحبون يتكلمون عن بعض المواضيع، لكن نحن نبغى نأكد على بعض الرسائل الإيجابية اللي نحن دائما نحطها في الصحة، لأن جزء من الإيجابية هاي إيجابية ترى مش كلام، إيجابية أيضا طريقة فكر. وبما أن اليوم خميس، وصح إن مهما كان جو الاحتفالات، لكن اسمعوا هالنصيحة الصباحية: اجعل من يوم الخميس ختاما لأسبوع مليء بالإنجازات التي خططت لها، وابدأ عطلتك وانت مرتاح البال. العطلة طويلة فلا تخلون أشياء pending عشان أنتم ما تحسون أن أنتم متكاسين في الإجازة. خلص صحيح. كل اللي عندك اليوم، كل شيء خلص وابدأ إجازتك، ويعني خذ الإجازة بطولها وعرضها مثل ما يقولون. صحيح. وعساس الواحد ما يجلس يفكر أن في أشياء يعني بعد ما خلصها وبيبتدي الدوام أو بيبتدي بعد الإجازة الدوام وهو يفكر في هذه الأشياء. فأي نصيحتنا أجعل هذا اللي عنده، هذا اللي عنده الإجازة. وفي ناس بتكون مناوبة خاصة في طبيعة أشغالنا يعني كأطباء أو طاقم صحي، تمريض، فنيين، يعني بيكونوا في حد يكون موجود ومتواجد خلال الإجازة واللي عندهم شتات. نحن يعني فعلا في بعض المهن دكتورة
مش مرتبطة بدوام معين، وغالبا في وايد مهن يعني من ضمنهم الأطباء في الشرطة في المداومين، لما الناس كلها إجازة. صحيح. يعني هذول الأشخاص هذول هم جنود الوطن اللي دائما نحن يعني نفتخر فيهم، لأن صحيح. لو الطبيب ما كان موجود وأنا تعبت في عطلتي وين أروح؟ صح. يعني أيضا لو ما كان الشرطي يشتغل الأمن كيف يعني سبيل، ففي مهن ما يستوي من إجازة. صحيح صحيح. وهذا لهم دور كبير وجميل. يعني البارحة يعني وصلتنا نحن كأطباء أو كطاقم صحي رسالة دا يعني موجهة لنا من مدير عام هيئة الصحة بدبي معالي حميد القطامي. يعني ما تتصورين أسماء يعني الفرحة اللي دخلتها على قلوب الناس اللي بتداوم خلال هذه الإجازة، وهذا الشكر خاص يعني لهذه يعني رسالة بسيطة بس عطت تشجيع للجميع أن يعطي ويعطي فعلا. كذلك خلال هذه الفترة وخلال الإجازة. لا دكتور، نحن في النهاية حتى اللي يداومون مثلا يقوم مثلا في الإجازات هم ياسين يخدمون بلادهم. صحيح. يخدمون شعبهم. في النهاية قالها صاحبة الشيخ محمد بن راشد، هدف الحكومة هي خدمة الناس، ونحن كنا موجودين يعني لخدمتهم، موجودين عشانهم. صحيح صحيح. وهذا جميل. نحن عندنا أطبائنا لما يعني يكون متواجدين أيام الإجازات نحصلهم حتى مبتسمين، يعني يحسون أنهم قاعدين يعطون الناس في الوقت اللي يعني الكل يعني مثل ما يقول العين الساهرة، نحن نحرسهم ونحافظ عليهم في الوقت اللي هم يعني مرتاحين ومرتاحين. لكن نصيحة نحن نقدمها الجميع أن لا يبالغون في الأكلات دكتورة. صحيح. وهذا خاصة الطلعات الحين أكثر، الجو حلو بارد وكل هي، وحطوا الشمارشملو على النار ويأكلون، يعني يسوون أشياء غريبة، يحطوا الشوكولات على ما أدري شو على، يعني حتى الحسين الوجبة اللي يأخذونها عادي تكون 10,000 كالوري. يعني حتى لو كان اليوم لو كان إجازة بس يعني بعد شو يهتم بصحتك. صحيح صحيح. واليوم الأستاذ نجلة درويش كذلك حدثتنا بخصوص اضطرابات الجهاز الهضمي خلال هذه فصل الشتاء وكيف الواحد يتقلب عليها، وركزت وايد على الأكلات. دكتورة المعدة تنصدم. المعدة تقول هذا شو. تعرفين يعني سبحان الله، يمكن الأجواء الجمعات لا، بس في طرق كثيرة يقدر الواحد يعني يتبعها وفي نفس الوقت يستمتع فيها وفي نفس الوقت ما يتعب جسمه ولا يتعب معدته كذلك. إيه وزعوها اليوم، يعني نحن طول اليوم صايمين سهرانين وها يجون في الليل يعني يعطوك يعني هافي. صح صح. هذه لا شوي شوي نتنفس نكمل وجبة بعدها شوي ناخذ يعني. بس اتمنى لهم هاي نصيحة تغذوية ولكن بطريقة فكاهية مثل ما يقولوا محتاجينها. الله يفوز الدكتورة وندي الله يديم نعمة الأمن والأمان إن شاء الله. اللهم آمين. اللهم آمين. وإن شاء الله نكون من أفراح لأفراح ويعني الإيجابية اللي نحن موجودة عندنا بسبب أن نحن شعبنا إيجابي، والله يديم هذه الروح الإيجابية بين الجميع، والجميع أيضا مثل ما قال أبويا نحن موجودين من كل الجنسيات من كل الأعراق، موجودين كلنا على قلب واحد، وهذا من الأشياء النادرة اللي أنت ما تشوفينها في كل مكان. صحيح الحمد لله. يعني وهذا يأكد روح التسامح وروح يعني اللي موجود الحمد لله في دولة الإمارات فعلا. العربية المتحدة فعلا. الحمد لله. ودمتي بصحة وسعادة اسم الجناحي. شكرا لك مستمعينا، كانت هذه فقرتنا واحتفالات هيئة الصحة بدبي باليوم الوطني 48. كانت هذه آخر فقراتنا، نتمنى لكم إن شاء الله أوقات سعيدة إن شاء الله وإجازة سعيدة اللي بيكون في الإجازة، وإن شاء الله الله يعطي العافية وللناس اللي بتكون موجودة خلال هذه الإجازة. طبعا خدمة الوطن لا تقدر بثمن، وإن شاء الله الله يعطيكم الصحة والعافية. مستمعينا كانت هذه آخر فقرة لنا في لليوم. أشكر طاقم العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق ميرا المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل. يعطيكم العافية جميعا. ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. نلقاكم إن شاء الله ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.